مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. والكون احنا زي ما احنا عارفين مليان بالاسرار، ومليان باسرار كتير في الغيب لا يعلمها الا الله. والنهارده هيكون معانا فقره متميزه، فقره يعني جديده من نوعها، سمعناها على التواصل الاجتماعي وعلى القنوات الفضائيه في الفترات اللي فاتت، وحبينا ان احنا نتكلم فيها النهارده في برنامجنا، ونعرف الساده المشاهدين عن اسرار كتير موجوده احنا ما نعرفهاش. وطبعا هيسعدنا النهارده ان يكون معانا فيها راي الدين، وهيكون معانا فيها راي العلم، وهنشوف الموضوع اللي هنتكلم فيه لانه موضوع جديد من نوعه او غريب علينا، او ان احنا سمعناه قبل كده كتير بس ما شفناهوش، لان السبع غير ما احنا ما بنشوف. فهنشوف النهارده حلقه متميزه. بس قبل ما ابدا حلقتنا، انا بشكر طبعا وزاره الداخليه على اللي كنا عرضنا الحلقه الماضيه، عبده شهيد لقمه العيش اللي اتقتل في شبرا الخيمه، وكان القاتل طبعا هارب، والحمد لله تم القبض بعد الحلقه على القاتل بيومين. فانا بشكر السيد وزير الداخليه، وبشكر السيد مدير امن القليوبيه، والسيد طبعا رئيس مباحث اسم تاني شبرا الخيمه. ويسعدنا النهارده ان يكون ضيفي وضيفكم الشيخ عمر ابو عمر الخليلي. اهلا وسهلا بك يا شيخ يا عمر. مرحبا يا مرحبا يا استاذ. طبعا مراقب القران والرؤيه الشرعيه، واحنا سعداء ان انت موجود معانا النهارده. الله يبارك فيك. وطبعا الاستاذ احمد تايسون الخارق، القوى الخارقه، اهلا بك يا استاذ احمد، واحنا سعداء بك النهارده. ومعانا الاستاذ مصطفى علي مفسر الاحلام، احنا سعداء النهارده معاكم، وسعداء ان انتم موجودين معانا في برنامجنا النهارده. وموضوعنا النهارده طبعا يا شيخ رضا هنتكلم فيه لحاجه تخص طبعا كل الشعب المصري، وموضوع بيهم الرأي العام بشكل كبير، لأنه انتشر في الفترات اللي فاتت بعض من أطلق عليهم بيقول لك إحنا روحانيات وقلب الحبيب والحاجات دي. فإحنا عايزين نعرف من حضرتك إيه الفرق بين الرؤية الشرعية وإيه الفرق بين الروحانيات؟ نعم. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هناك فرق بين الراقي الشرعي المتخصص وبين الروحاني أو الدجال أو المشعوذ. الراقي الشرعي أولا يكون علاجه بالقرآن، بكلام رب العالمين، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأدعية النبوية التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون يبدأ الرقية أولا بالجلوس مع المريض، يسمع منه شكايته، ثم بعد ذلك يسأله بعض الأسئلة التشخيصية، ثم بعد ذلك يقرأ عليه الرقية الشرعية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابة أجمعين. ثم بعد ذلك يبدأ بقراءة على إقراء عليه برقية شرعية، ثم بعد ذلك يشخص الحالة تشخيصا دقيقا ويعطيه العلاج. هذا بالنسبة ما يفعله الراقي القرآن او الراقي الشرعي اللي هو نعم بيقرأ على نعم المريض ان هو حاسس ان هو مريض. نعم. طبعا المرض بيختلف وليه انواع كتير، فيه زي ما سمعنا ان في مس وفي نعم حسد وفي عين. ازاي الراقي الشرعي بيقدر يفرق بين الثلاثه، او بيقدر يفرق ان ده عنده مس او ده ما عنده تلبس او عنده طبعا نعم حسد او عين؟ نعم. وازاي ان هو بيقدر يديله العلاج المناسب ليه، او ازاي هو كل ايات مختلفه في الحاله اللي موجوده، والايات ربنا كلها وقران ربنا كله نعم واحد، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران ان القران فيه شفاء للناس. نعم نعم. فعايزين نعرف من حضرتك برضو ازاي نفرقهم، وازاي ان احنا نقدر نوضح للساده المشاهدين المعلومات. نعم. انا اولا انا يعني اردت ان يعني لسه عايز اتكلم عن الدجال او المشعوذ اولا. ما احنا هنخش يعني فيه برضو، بس خلينا في اطارنا المحدد الرقية الشرعية والقرآن الكريم. اولا بيقرا على الراقي على المريض قراءه مسموعه جليه، ويبدا يستمع من المريض، يسمع من المريض الشكايه بتاعته كامله، يعني يعرف من المريض هو بيعاني من ايه بالظبط، تمام يا حضرتك، ويناقشه في هذا الامر، ثم يبدا في اسئله تشخيصيه. يعني اسئله تشخيصيه ديت يعني كل مرض من هذه الامراض له اعراض معينه. يعني بيبدا مثلا يقول له هل انت مثلا بتحس بصداع في مقدمه الراس، او صداع خلف الراس، بتحس باوجاع في الظهر، او اوجاع في المعده، او تحس بتنميل في اليد او في القدم. فهذه اعراض يعلمها الراقي الشرعي. كل يعني مريض المس ومريض السحر
ومريض الحسد ومريض العين والوسواس والحالة النفسية. كل يعني مرض من هذه الأمراض له أعراض معينة يعلمها الراقي، ومن خلال هذه الأعراض أنت معايا حضرتك والقراءة على المريض بيبدأ يحدد نوع المرض. ويعطيه الدواء بالرقية الشرعية زي ما احنا قلنا وبالقرآن الكريم. شفنا كتير برضو في الفترات اللي فاتت بيقول ان هو راح لشيخ وقال له اللي انت معمول لك سحر، اللي انت معمول لك عمل، اللي انت معمول لك مش عارف ايه، وبيبتدي ان هو يقول له انا اعمل كذا وهات كذا، ويقول له هات مش عارف طلبات بخور نوع معين وحاجات معينة. ده برضو من وجهة نظر الدين او من وجهة نظر حضرتك طبعا عالم في الدين وحياتك راقي شرعي بتتكلم بالرؤية الشرعية، هل هو علاج؟ هذه من أفعال الدجالين والسحر والمشعوذين. الدجالين والسحر والمشعوذين أولا بيستخدموا طرق مخالفة تماما لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا بعضهم يجعل المريض يرفع يديه أمامه، يعني لو رفع لو قال له إيدك اليمين اترفعت لفوق يقول له أنت معك سحر، لو إيدك الشمال نزلت لتحت يقول له أنت مبسوس. البعض منهم يعني قد يسأله عن اسم أمه وأبيه، البعض منهم قد يعالج بالأعشاب وبالبخور بأنواع من البخور والأعشاب. هذه الأمور يعني لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور حضرتك انه بيوهم المريض باشياء، والبعض منهم ممكن يكون المريض نفسه مش مريض باي اعراض من اعراض. البعض منهم ممكن ينظر الى عين المريض ويقول له انت عندك. عندنا قضيه ثانيه برضو عايزين نسال حضرتك فيها، هل يجوز جواز الانس من الجن؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز اطلاقا. طب ممكن يكون في شخص هجين بين الانس والجن؟ لا طبعا. لا طبعا ما فيش حاجه. احنا معانا النهارده طبعا الاستاذ احمد تايسون. استاذ احمد تايسون قوه خارقه، وبالنسبه للاستاذ احمد تايسون كنا شفناك على القناه الفضائيه من الفترات اللي فاتت وعلى التواصل الاجتماعي، ان حضرتك قلت في صرحت ان حضرتك هجين بين الانس والجن وليك قدرات خاصه بتختلف. عايزين حضرتك توضح لنا الموضوع ده لان الاستاذ احمد موجود معانا في حلقتنا النهارده، فعايزين نعرف راي الدين برضو وراي العلم في الموضوع ده. بس نشوف الاستاذ احمد يحكي لنا التصريح اللي هو صرحه في القناه الفضائيه. هو فعلا محتاج توضيح تمام، لان الموضوع يعني هو الموضوع شغلنا وشغل الراي العام، فاحنا محتاجين نعرف من حضرتك حقيقه الامر. الموضوع فيه محتاج طبعا توضيح اكتر من كده علشان يكون التفاصيل دقيقه اكتر للمشاهدين طبعا. اما هجين ما بين الانس والجن دي طبعا بترجع لتدخل جينات او اشياء من جنيه تمام مع بشري. ازاي الكلام ده هفسره طبعا، بس في الاول انا احب اقول ان هو يجوز ويمكن وجهه نظر حياتك ان هو يجوز. الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. استاذ بالنسبه لراي الدين هو ما عندوش ادله بتستند ان هو يجوز او ما يجوز. لا لا عفوا. بالنسبه لراي العلم ممكن يختلف برضه عنده ان يكون في ادله تانية بتختلف، فبيختلف من شخص لاخر. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك التصريح اللي انت صرحته وتشرح لنا وجهه نظر حضرتك في الرؤيه اللي انت. بس مبدئيا هو راي الشيخ مش راي الدين. راي الشيخ ما انا معاك، ما انا بقول لحضرتك هو دلوقتي الشيخ ابو عمر بيكلمنا دلوقتي في رايه الشخصي، رأيه في الشخصي بالنسبه للي هو درسه في الدين او اللي هو عارفه في الدين او اللي هو عنده العلم اللي ربنا اداهوله في الدين. تمام. وحضرتك بتشرح لينا برضو وجهه نظرك في مشكلتك اللي انت او الموضوع اللي انت حضرتك حاسه، لان احنا لا يعلم كل واحد فينا الا ربنا سبحانه وتعالى. مبدئيا هو مش مشكله، هو شيء مفيد جدا والحمد لله طبعا على النعمه دي، والحمد لله على الظروف اللي خلتنا نوصل لكده، والحمد لله على القدره دي. مبدئيا انا احمد تايسون ليا بطولات كتير وليا انجازات كتير وهنشوف بعض احنا منها. شفناها وشفنا حاجات كتير ليه. هنشوف بعض بس منها. بس انا بتكلم على التصريح اللي انت صرحته. التصريح اللي انا صرحته هو من اب بشري ومن ام بشريه. طبعا كان في ملكه من ملوك الجن ما كانتش على الديانه المسلمه، لا كانت على ديانه ثانيه غير المسلمه. كانت بتظهر للوالد او حابه ان هي تتجوز الوالد، فطبعا الوالد كان متدين وكان شخص يعرف ربنا كويس جدا، فرفض بالجواز ده لسبب علشان هي مش مسلمه، فطبعا هو رفض يتجوزها غير انما لما تكون مسلمه يعني. فبعد معدة محاولات وتفاصيل طبعا خلينا ما نخدش فيها، هي وافقت ان هي تكون مسلمه فتزوجها، فحصل ما بينها وما بين الانسيه عهد على الصداقه او على
الاخوه مثلا ما بينهم. طب انت شايف انت بالنسبه لك ايه الصفات اللي بتجمعك كانس وكجن مع بعض، او ايه الجينات اللي انت اكتسبتها عشان حضرتك فسرت العمليه او النظريه اللي انت قلتها دي؟ جميل. مبدئيا بعد ما حصل ما بينهم عهد ما بين الاثنين، فبقت الجنيه تقدر ان هي ليها صلاحيات التدخل في جسدها بشكل اكبر. فلما حصل الحمل والخلفه بين اي زوجين طبيعيين، فانا كنت واخد بعض جينات الجن، بعض جينات الملكه من ملوك الجن، تمام، عن طريق الام. يعني انت تقصد طول حياتك كانت الجنيه متلبسه في جسد والدة حياتك ساعه ما بشكل متوافق بشكل عليه، بشكل متوافق متوافق عليه. وغير كده ان هي كانت مسلمه وكانت بتساعدها في الدين وفي الاسلام وفي ما يرضي الله، مش بتساعدها في اذيه الغير ولا في كفر ولا في كلام من ده. تمام. برضو احنا برضو عايزين ايه اللي انا بعمله بقى مثلا يوضح حاجه زي كده. اولا طبعا انا عندي قدرات خاصه كتير، منهم مثلا انا بشرب ميه نار مركزه. بس احنا شفنا كتير اللي عنده قدرات خاصه بس ما صرحش لينا ان هو عنده ام مثلا. لا، في منهم يعني في منهم اللي بيقولوا عليه لمس ملموس من الشيطان، في منهم بيقول من قدرات من عند الله سبحانه وتعالى. وفي شخص اسمه محمد فرعون عالم الابراج قال ان هو كان متجوز جنيه ومخلف منها وكان يمتلك قدرات خاصه، وهو عالم كبير وناس ليه مشاهداته وليه ناس بتتابعه، تمام، وكان متجوز بالفعل. انت كاحمد تايسون الانسان اللي قدامي او الهجين اللي قدامي، انت شايف قدراتك ايه اللي انت اشتركت معاك ومن الجن احنا ما نعرفهاش، لان ما يعلمش امور الجن الا الله سبحانه وتعالى. مثلا هي قدره، هي بالنسبه لي مش قدره يعني، بس بيسموها قدره، ان انا بشرب ميه طهر مركزه وبغسل بيها وشي وبدخلها في عينيا وبقدر ان انا اشربها كمشروب طبيعي عادي خالص بالنسبه لي، مش كاظهار قدره ولا حاجه. مثلا باكل نار مشتعله فحم مولع، ده برده كحاجه انا بستلذ بيها يعني. طب انا هفاجئك، احنا شفنا لك على التواصل الاجتماعي في القناه الفضائيه تقرير ليك كان معمول، فاحنا خدناه عايز اعرضه للساده المشاهدين. بس قبل ما اعرضه عايز اشوف راي العلم برضو بالنسبه للاستاذ مصطفى علي. احنا شفنا الطبيعه وعرفنا ان طبعا الجن موجود وحقيقه موجوده، والقران قايل ان الجن مذكور في القران وفي سوره للجن. هل يجوز ان يكون في جن او انس يكون هجين بين الانس والجن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في فرق يا أستاذ تامر بين إمكانية حدوث نوع من العلاقة الحميمة بين الإنس والجن لو سميناها، وبين الزواج الشرعي. في فرق بين ده وبين ده. السؤال هنا، هل ممكن يحصل اتصال جنسي بين الجن والإنس؟ ممكن يحصل، لكن هل هذا حلال أم حرام؟ لا، هذا حرام شرعا. شرعا حرام، ده كلام العلماء مش كلام يعني. يحصل ممكن ان هو يعتدي انما الاتصال الجنسي يحدث بين الانس والجن، او الجن على او الانس على الجن. ممكن هو وارد انه يكون في ده موجود، والاخر احنا سمعناه في حاجات كتير كسرت الشك وكسرت البلوى يعني. سمعنا في حاجات كتير يقول لك ده عشق، ده مش عارف ايه، احنا ما نعرفش برضو، الله هو اعلم باللي احنا بنسمعه. فاحنا برضو يعني يجوز انه يكون موجود حاجه زي كده، بس يجوز ان انسان يجمع بين صفتين انس وجن؟ لا، مع احترامي للاستاذ احمد، ده رايي، ده طين وده نار. هو سيادتك بما ان ده ليه اصل جنس مختلف عن ده، فكيف يحصل التخالط؟ يبقى انا لو هو دلوقتي بين الطين طبعا يعني نص جن ونص انس، اللي هو مخلوق من طين والجن من مرج من نار، فما ينفعش نكون في صفه واحده جميعها اتنين مع بعض. هو كل من الانس والجن ليس على اصل طبيعته. احنا ممكن نفسر برضو اللي احنا هنشوفه النهارده، نشوف التقرير ونشوف اللي اتعرض على القناه الفضائيه في الفترات اللي فاتت ونعقب عليه بعد ما نشوفه. فضل ونشوف فضل نشوف مع بعض الاستاذ احمد. اتفضل يا شباب لو نعرضه معانا. احنا شفنا طبعا التقرير اللي اتعرض في القنوات الفضائيه اللي فاتت للاستاذ احمد تايسون، وده طبعا احنا بنتكلم ان مفيش انسان ومفيش بشر عنده هذه القدرات، ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون انعم عليه هذه القدرات، وزي ما احنا شفنا كده اهو بيختلف عن باقي البشر في القدرات الخارقه، ان عربيه تعدي من عليه او عربيه تخبطه ووقع بحيطه، او ان هو يتعلق حتى في حبل مشنقه زي ما احنا شفنا كده اهو. ما شفناش بشر عادي يقدر ان هو يعمل كده. وفي ايه برضو قرانيه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا استمتع بعضنا ببعض. احنا برضو ربنا استمتع بعضنا ببعض. ماذا كان يقصد بهذه الآية؟ هل هو استمتاع الإنس بالجن أو الجن بالإنس، أو ليها معنى تاني برضو ممكن حضرتك توضحه لنا؟ والله هو الاستمتاع يعني في هذه الآية يقصد به أشياء كثيرة، ليس استمتاعا جنسيا فقط. يعني الاستمتاع دوت استمتاع يعني في معرفة أشياء معينة، واستمتاع في
يعني الاتصال الانس. احنا عايزين نعرف التفسير بقى. نعم. يعني مفسرين كبار المفسرين. نعم. فسروها ازاي في الدين. نعم. ما انا بقول لحضرتك الاستمتاع يكون يعني استمتاعا جنسيا، قد يكون استمتاعا جنسيا، وقد يكون استمتاع بمعرفة الإنس بالجن، وقد يكون استمتاعا يعني ممكن يكون في متعة جنسية بين الإنس والجن قد يتولد عنها فصيل من خليط بين الإنس والجن. لا هو الخليط، لا هو الخليط. أنا بص حضرتك الاستمتاع ممكن استمتاع جنسي، ولكن حتة إن يأتي منه نتاج خلفة أو خليط أو ما إلى ذلك لا. يعني ممكن ينتج تناسل. لأن رب العالمين بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. حضرتك في نقطة. نعم. محددة. نعم. هل ممكن يحدث تناسل أو يحدث حملة أو يحدث؟ لا يحدث. لا يحدث. لا يحدث. إنما هي متعة فقط. لا يحدث فقط. إطلاقا. لا يحدث ممكن إطلاقا. ممكن تكون هي متعة فقط. نعم. هي بتبقى متعة فقط، ولكن حتة حدوث إمكانية حدوث خلفة أو ما إلى ذلك أو خليط أو هجين بين الإنس والجن الموضوع ده غير مظبوط، غير صحيح. في مشايخ لقول رب العالمين كانوا بيقولوا ان مفيش متعه حقيقيه بين الإنس والجن، وكتير اجمعوا على هذا الكلام. ده مشايخ كبيره ومشايخ مفسرين في العلم ومفسرين في الدين قالوا ان مفيش متعه حقيقيه بين الإنس والجن. ده حاجات وهميه ولا دي حاجات لا موجوده؟ لا، هو المتعه الاستمتاع يعني له يعني انواع. اولا هناك استمتاع يكون في يحدث في الاحلام، انت معايا حضرتك، يحدث في الحلم، قد يستمتع الجن بالإنسي عن طريق الاحتلام، انت معايا حضرتك، يحس باشياء في اثناء ممكن الحلم، ممكن في خياله في حلم او في احلام، وفي استمتاع ملموس. لو تشكل الجني للإنس قد يحدث استمتاع. طيب احنا شفنا التقرير اللي احنا شفناه مع احمد دلوقتي على الشاشه اللي عرض في اكتر من قناه فضائيه في الفترات اللي فاتت. راي حضرتك وتفسير حضرتك من هذه الظاهره؟ هذه قوة خارقة طبيعية، يعني قوة خارقة طبيعية وليس لها علاقة بالجن أبدا. يعني مش ممكن الجن يتلبس بالإنس ويكون في نفس القوة؟ هو يعني من الممكن أن يحدث موضوع التلبس، ولكن هو بيقول خليط، أنا خليط ما بين الجنس والإنس، الجن والإنس. الفرق بين الخليط وفرق يعني بين التلبس. موضوع الخليط دوت إن هو يعني كده وله جني وله إنسي. طب نشوف رأي برضو الأستاذ مصطفى علي، رأي العلم في الظاهرة اللي احنا شفناها واللي احنا متابعينها معانا لغاية دلوقتي شايفينها على الشاشة مع بعض. عايزين نعرف رأي العلم بيقول ايه فيها برضو. قبل ما اقول رأيي اسأل بس استاذ احمد شوية اسئلة تسمح لي. نعم تمام. حضرتك بتحس بتنميلة في جسمك خفيفة؟ اه. بتحس بضربات قلب سريعة بدون جهد؟ اه. بتحس باكتئاب وقلق؟ اه. بتحس ان انت تفكر في حاجات كتيرة وتطلع من غير حل؟ اه. بتحس بتعب اسفل الظهر؟ ممكن. طيب كل الاعراض دي اعراض مس وسحر. فاللي حضرتك قلته من شويه وتناقشنا بيه قبل الحلقه بيقول ان ده نوع من المس، يعني هو ممسوس بنوع. يعني ممكن يكون ده نوع من المس. ده ممسوس من ده الجن. هو كده رسمه. طيب احنا معانا اتصال تليفوني برضو. الشيخ اتفضل دخل مداخله معانا. الشيخ ام ياسين معانا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. احنا كنا حضرتك طبعا متابعانا وكنا عايزين نعرف من حضرتك هل يجوز الجواز بين الانس والجن، او يجوز يكون في شخص خليط بين الانس والجن؟ حضرتك اكيد احنا شفنا الموضوع ده كتير. تمام تمام. شفنا ان في حالات كتير جدا من زواج الجن والانس وانجبوا اطفال. بس هو هنا احمد بيتكلم في حاجه مختلفه. تمام يا فندم، احنا عايزين نعرف ايه الاختلاف. ان هو الام انسيه، الام فعلا انسيه مش جنيه. ما هو بيقول الام انسيه وكان متلبس بيها جنيه. تمام. في الفتره هو دي اخذ قوات من الجنيه، هو انما هي الام ذات نفسها هي انسيه، فاحنا مش هنختلف على الكلام ده. تمام تمام. وبس انا كان ليا رد بس على على الشيخ. تمام. هو بيقول ان المعالج الروحاني هو قرنه بالدجال. تمام. تمام. اولا في فرق ما بين الدجال وفي فرق ما بين الروحاني، ده فرق شاسع. طب ايه الفرق يا فندم؟ الروحاني بيعالج بالقران زيه زي الراقي الشرعي. تمام تمام. انما الدجال ده ليه شغله اللي هو وصفه اللي الشيخ دلوقتي حالا وصفه، ده الدجال. ما هو المعالج الروحاني في نظرك يا استاذه؟ نعم. ما هو المعالج الروحاني في نظرك؟ معالج الروحاني، انا معالجه روحانيه بعالج بالقران يا فندم، ما عليكش في الجن ولا بحياتك. راقي شرعي هو يقصد اللي هم بيجيبوا نقول وبيجيبوا يا فندم. هو لماذا يعني لماذا تسمي نفسك معالجه روحانيه؟ يا
يا فندم حضرتك المعالج الروحاني يختلف. اولا المعالج الروحاني انا مش بخش على الحاله بسالها انت عندك ايه. نعم ماشي. امال بتعملي ايه؟ معلش ايه اللي بتعمليه حضرتك؟ ايه اللي بتعمليه؟ ماشي انا بعرف الحاله عندها ايه من غير ما هي تتكلم. اه ازاي ازاي دقيقه واحده عشان نقدر نعرف برده برده عايزه تتكلم في موضوع مهم والساده المشاهدين اللي معانا برده يستفيدوا معانا. نعم. واحنا كلنا نستفيد من المعلومات اللي احنا قاعدين. احنا بنأدي رساله في الاول وفي الاخر ويهمنا ازاره الحاله. لا انا بتناقش معاك. اتفضلي يا فندم. اتفضل يا فندم. انا بقول لحضرتك دلوقتي ان المعالج الروحاني بيخش بيبقى عارف الحاله دي عندها ايه بدون ما هي تتكلم. ازاي؟ بدون ما طب هي ازاي حضرتك بتعرفي ان الحاله دي عندها ساحره وعندها مسه وعندها حسد او عين او اي؟ من غير ما هي تسالني. من غير ما تسالها. من غير ما تسالها يا فندم ازاي؟ ما انا عايز اعرف. عشان بعدها انا من الغيب. عن طريق الخبره يعني يا فندم تقصدي ولا عن طريق ان حياتك بيبقى احساس داخلي؟ هنا بقى دي هي عن طريق الجن. استخدام الجن. المعالج الروحاني. تمام. معالج روحاني يعني بيستخدم جن. الرؤية الشرعية. طيب. طيب. ليست يا فندم احنا برضو عايزين نعرف من حضرتك يقصد بايه يعني ايه روحاني؟ يعني حضرتك بتتعاملي مع روح خفية صح كده؟ بتتعامل مع الروح ما بتتعاملش مع الشخص. هي بتعترف ان هي بتستعين بالجن. هو برضو في آية قرآنية بتقول ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الروح وقال الروح من أمر ربي. ونعم بالله. اسألها سؤال. يعني حضرتك ما يعرفش الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فإزاي حضرتك برضو بتقدري إن أنت تعرفي حاجة زي كده أو بتتعاملي مع الروح وهي روح خفية؟ حضرتك دلوقتي هي لما بيتلبسها الجن. تمام. تمام. أنا لما بجيب الجن ده وبسأله مثلا. تمام. انا بتعامل كل طب حياتك بتجيب الجن بناء على ايه؟ وحياتك قدراتك ايه مع الجن اللي هو يتواصل مع الانسان؟ يعني حياتك ليك قدرات خاصه؟ في طبعا. تمام طبعا. طيب تمام. نعرف من حضرتك برضو يعني حضرتك انا دلوقتي بجيب الجن بعرف هي عندها ايه. دي حاجات روحانيه انا بتعامل روحانيا حواليها هي مش شايفاني ومش سامعاني. يعني حضرتك مش شايفاك ومش سامعاك لكن حضرتك بتتعاملي مع الروح اللي جواها. انا ممكن اتعامل معاها واعالجها وانا في مكاني وهي في مكانها من غير ما اشوف الحاله اصلا. طب وحضرتك بيبقى التواصل ازاي يا فندم؟ كلام واضح. كلام واضح. كلام واضح. في تعامل مع الجن. ايوه في تعامل مع الجن يعني في تواصل مع الشيء الخافي. طب احنا بالنسبه لظاهره الاستاذ احمد اللي هو بيتكلم فيها ان هو هجين بين الانس والجن، فاحنا عايزين نعرف من حضرتك راي حضرتك ايه في الظاهره دي وراي الروحانيات ايه في الظاهره دي اللي حضرتك بتتكلمي فيه. والله دي موجوده. انا بكلم حضرتك عشان اقول لك ان دي موجوده بالفعل. يعني موجود بالفعل ان ممكن يكون انسان خليط بين جن وانس. تحصل. ممكن اسالها سؤال يا استاذي؟ اتفضل. استاذه اسال حضرتك بس سؤال. حضرتك عارفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامله سحر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحر لم يكن يعلم بسحر الا حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا حتى اتاه ملكان، ملك يعني ملك وقف عند راسه وراسه وملك عند قدميه، ثم بعد ذلك قال له ما بال الرجل؟ قال له انه مطبوب وما الى ذلك لاخر الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو افضل خلق الله وافضل رسول وافضل نبي وافضل بشر على الاطلاق لم يكن يعلم انه مسحور. هل انت افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. بس كده. انا عمري ما اقول كده. بس من اين علمتي؟ من اين تعلمين؟ من اين تعلمين ان الحاله او المريض انه مسحور من غير ما تسال عن اعراض ومن غير اي شيء؟ هذا تعامل مع الجن. حضرتك هو المريض ده لما جالي هو مش عارف ان هو ممسوس او مسحور؟ ممكن يكون عنده حاله نفسيه، ممكن يكون موهوب، ممكن يكون مرض عضوي برضه، ممكن يكون مرض عضوي، انا اعرف ممكن يكون وسواس. ممسوس او مسحور مش لازم انا اعرف المريض بيقول ايه. نعم. طب انا ممكن ابقى قاعده مع حضرتك في مكان عام مفيش اي حاجه خلاص. نعم. واشوف الجن معاك. طب يبقى حضرتك ليكي قدرات خاصه. طيب ما دي ده تعامل مع الجن يا اختي. مش عايزين نقول ده تعامل مع الجن. حضرتك انا طب دي مش قدرات خاصه، لا نسميها قدرات خاصه، تسمى تعامل مع الجن في حياتي عاديه يعني. نعم. انا بشوفهم ليل نهار في الحياه العاديه يعني. ما انا بقول لحضرتك ده تعامل مع الجن. انت كده حضرتك بتتعاملي مع الجن. لو انا بتعامل مع الجن يا فندم اكيد الجن مش هيخاف مني. الامام الشافعي قال من مش هيبقى قال لو سمع احنا برضو فندم وما ادركت احنا برضو فندم برضو ما وصلناش. احنا حضرتك قلتي يجوز ان يكون في انسان هجين بين الانس والجن ويجوز ان هو يكون انس يتجوز من جنيه او جنيه تتجوز من جن. النقطه الوحيده اللي ممكن ما تحصلش ان الجنيه هي اللي تخلف والشخص يبان قدام الناس عادي. تاني يا فندم معلش. يعني دلوقتي حصل الجواز
مفيش ام انسيه. مفيش ام انسيه. فده استحاله الطفل ده يظهر قدام الناس كده عادي ويبقى بني ادم زي. تقصد حضرتك لو هو اتجوز على طول من جنيه والجنيه هي اللي قامت بالولاده فمش هيظهر. بالظبط كده. هيكون خفي، انما هي تلبست بام انسيه فعشان كده الجنين خد منها جينات معينه. بالظبط كده. ده اللي حضرتك تقصديه. بالظبط. احنا بنشكر حضرتك النهارده في المداخله النهارده وسعداء بحضرتك يا فندم. طيب احنا برضو استاذ مصطفى زي ما حضرتك شفت، برضو زي ما حضرتك شفت الظاهره اللي احنا شفناها، وشفنا ان احمد بالفعل عنده قدرات خاصه بتفوق البشر، وشفنا برضو ان مفيش انسان يقدر انه يعمل القدرات دي، فدي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. واحمد كمان بيقول ان هو بيشرب طبعا ميه نار، وبيقول ان هو بياكل فحم مولع، وبيقول ان هو بياكل ازاز ومسامير، وبيقول ان هو في قدرات كتير بيعملها. انت حضرتك برضو قلت نظريه كويسه، قلت ان ممكن لو برضو في لمس حصل من الجن للانس ممكن هذه الصفات او هذه القدرات تكون موجوده برضو للشخص اللي هو ملموس او حاجه زي كده. متى يساعد الجن الانس؟ اذا قام هذا الانسي بافعال تغضب الله سبحانه وتعالى وترضي الجن. هنا يعني يحصل نوع من التعاون والتقارب بين الانس والجن، والجن ممكن يظهر او يحل جسده ويبدا هو يتعامل، ما يبقاش احمد اللي معانا، يبقى الجن اللي معانا وهو اللي بيتحمل القوه ديت، وهو اللي بيظهر. الجن ليه قوه، ليه قوه، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. ده هيجيب معانا اتصال تليفوني ناخده معانا. ام حسين. الو 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 يا فندم مع حضرتك. الو ايوه يا فندم معاك يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. والله انا اول حاجه نبي نشكر الشيخ ابو عمر. نشكرك يا فندم ان هو يعني بفضل الله عالجني، وانا تو رديت لحياتي الطبيعيه بين عيالي وزوجي. يعني كنت نعاني من تعب شديد. حضرتك كنت بتعاني من مرض معين؟ ايوه كنت. يا ريت حضرتك توطي بس التلفزيون وتسمعينا يعني عشان الصوت بس يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. ما تسمح لي اقول حاجه يا استاذ؟ اتفضل يا استاذ مصطفى. في اسئله كتير كده محتاجه ان ارد عليها. وهترد انا بس استاذ مصطفى يتكلم برايه وبعد حضرتك. انا عايز اسالك سؤال. ايه الافاده اللي عادت عليك لما انت تشرب ميه النار او تمشي على مسامير او تعدي عليك عربيه او تتشنق؟ ايه الاستفاده اللي عادت عليك وعلى المجتمع؟ والله انا بتسلى. جميل جدا. انت شفت عندك قدرات خاصه او شايف ان انت مختلف عن ربنا البشر فبتتسلى. ربنا قال ايه؟ بحطم ارقام قياسيه يعني العالم كله ما قدرش يعملها. ربنا بيقول ايه؟ بالنسبه لميه النار دي ده مشروب طبيعي بالنسبه لي. انا شايف ان احنا بنهول من اللي بيسموه قدرات، انا مش شايفه قدرات، انا شايفه مرض. وشايفه ضرر. ربنا إيه قال كده. إيه المرض فيه وايه الضرر فيه؟ ربنا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. انت انتفعت ايه او نفعتني بايه او نفعت المجتمع بايه لما شربت ميه النار؟ انا بكسر ارقام قياسيه وببين. سيبك من الارقام القياسيه. ببين استفادت ايه؟ انا ببين مدى قوه الجندي المصري ومدى قوه الرجل المصري بشكل عام. مش ده بيرتد عليك؟ مميز عن جميع رد عليا اشخاص العالم. ده مش ده بيرتد عليك ان انت بتتعب برضه مع الوقت؟ مين اللي قال كده؟ ده موضوع مجرد تسليه وفكاهه بالنسبه لي، لكن هو ولا ضرر ولا هو مرض. لا انا صدق يعني ربنا ما صدقش حد تاني. طيب ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم. يعني انا شايف ان ده تعامل مع انا عايز افهم حاجه برضه يا استاذ احمد. ملبوس او ملبوس حضرتك ليه؟ ليه القدرات اللي عندك دي ما بتسخرهاش؟ لقيتها موجوده يعني. ما بتسخرهاش في خدمه المجتمع او بشيء يفيد المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتقدر ان انت تعمل بيه حاجه مفيده للمجتمع؟ لا استفدناش بحاجه. لو الشيء اسمه حضرتك ايه؟ أبو عمر. يعني لو الشيخ أبو عمر كان ليه حالة علاجية تمام معالجها، أنا ليه آلاف الحالات العلاجية معالجها. أنا فاهم. وناس كتير جدا. احنا شفنا لك شو كتير. ازاي انت مريض؟ ازاي وعارفين ان انت درست قرآن؟ ايه؟ درست القرآن؟ يعني ما أوتيت من العلم إلا قليل يعني. يعني درست؟ درست علوم شرعية؟ درست قرآن ودرست وأعرف آيات العلاج. اتعلمت فين؟ طيب قبل بس ما حضرتك ما تسألني أنا اتعلمت فين؟ أصل حضرتك دلوقتي أنت مريض دلوقتي. إحنا عندنا برضه يا أستاذ مصطفى. وإزاي تعالج؟ إحنا عندنا دلوقتي ظاهرة إن إحنا بنتكلم فيها والسادة المشاهدين كلهم شاهدوا الظاهرة اللي موجودة دي. إحنا كلامنا النهاردة هو إن إحنا عايزين نعرف ايه هي سر الظاهره دي او سر القوه اللي موجوده عند سر هذه القوه. هخليك تتكلم وهديك فرصتك يا استاذ احمد. حاله مرضيه. انا بس كل اللي عايز اوصله احنا قاعدين هنا كلنا
تمام. في حاجة أو ظاهرة غريبة بالنسبة لنا كبشر إن إحنا نشوفها، أو تمام. حاجة إحنا ما تعودناش إن إحنا نشوفها من بشر تمام. وحضرتك صرحت تصريح مهم جدا، قلت اللي أنا تمام. فصيل بين الجن وبين الإنس تمام. هذا التصريح أثرنا الدهشة كلنا، فإحنا تمام. حبينا إن إحنا نطلع مع بعض النهاردة ونطلع مع السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا النهاردة تمام. برأي الشيخ أبو عمر تمام. الرأي الشخصي ليه ورأي الدين بالنسبة له جميل. ورأي برضو الأستاذ مصطفى علي العالم مفسر الأحلام اللي موجود تمام. إن إحنا كلنا اندهشنا من التصريح اللي أنت عمل، فحبينا إن إحنا نعرف مش. حقيقة الأمر من حضرتك، وحضرتك بتقول إن أنت متأكد إن المعلومة صحيحة، وإحنا بالنسبة لنا لا يعلم غير الله، ما يعلمكش غير الله، إحنا تمام. كلنا بالنسبة لنا بنسمعك، لأن كل اللي أنت بتتكلم فيه شيء خفي تمام. والشيء الخفي بالنسبة لنا إحنا مش شايفينه ونعرفش إذا كانت حقيقة ولا مش حقيقة، أنت أضرب نفسك تمام. إحنا بنسألك على القدرات اللي إحنا شايفينها قدامك، وإحنا بنسأل فيها ممكن القدرات دي يكون ليها كذا سبب من الأسباب. في شيخة روحانية تمام. أو أستاذة روحانية برضو اتكلمت في الموضوع ده إنه هو يجوز تمام. ده رأيها الشخص برضو تمام. تمام. وفي برضو هل أي حد يقول يجوز عمر. يا أستاذنا؟ لا ما أنا بقول رأيها الشخصي بس، أنا بتكلم عن رأيها الشخصي. طب بس الشيخ أبو عمر قال لا يجوز، عشان الناس بس رأيه الشخصي، ما يحصلش عندها رأيه الشخصي واستند بالأدلة القرآنية، وحضرتك برضو وما اختلفتم فيه فردوه، وحضرتك برضو قلت يجوز ان هو يتمس بس ما يجوزش ان يكون فيه زواج شرعي. زواج شرعي يعني كنت عايز اسأله سؤال بعد اذنك يعني بص يا استاذي، حضرتك بتقول ان والدك تزوج من جنية تمام جميل. طيب جنية دي كانت مسلمة ولا كانت يهودية ولا نصرانية؟ لا كانت غير مسلمة وأسلمت تمام. طيب ممكن بقى نسأل حضرتك سؤال؟ لا هسأل لسه ما كملتش، الله يبارك فيك. لسه ما كملتش، الله يبارك فيك. طيب الشيخ ابن باز واحد قبل كده سأله نفس السؤال بالظبط تمام، قال له أنا متزوج من جنية وجنية دي مسلمة وبتعمل كل شيء فيه خير تمام. أنت معايا حضرتك؟ تمام. فقال له هل يجوز هذا يا عم الشيخ؟ قال له لا يجوز لسبب، قال له نفترض كلنا نعلم أن الجن يتشكل تمام باشكال مختلفه تمام، نفترض ان هي جنيه ونفترض ان هي مسلمه تمام. انت معايا حضرتك؟ هنفترض ان في جن اخر يهودي او نصراني او مجوزي تشكل بنفس الصوره تمام، وجه لوالدك بنفس الصوره تمام، من اين يعلم؟ هو مش على علم. انت معايا حضرتك؟ لا من اين يعلم ان هذه زوجته او لا؟ انا برضو يا شيخ رضا ما يعلمش يعني يعرف ازاي دي زوجته او لا؟ ما يعرفش ابو عمر متزوج على نيه ان متزوج مش احنا. احنا كلنا سالنا النهارده وكلنا استغفرنا نعم. وكلنا نعم. خدنا راينا نعم. الاستاذ احمد هو لغايه دلوقتي انا شايف ان هو ما اتكلمش عن نفسه، فانا عايز اديله فرصه يتكلم عن نفسه ويتكلم عن الظاهره اللي هو موجود فيها، يمكن اللي احنا نستفيد بيها والساده المشاهدين يستفيدوا معانا برضو بحاجه من الظاهره دي، وعايزين حضرتك تورينا بعض القدرات اللي عندك الخاصه تمام. اللي احنا نشوفها، وان الساده المشاهدين ممكن احنا ما نقدرش نتوصل القدرات دي، في علماء تانية ممكن يكونوا بيشاهدونا يقدروا ان هم يتوصلوا للظاهره اللي موجوده دي ويفسروها لنا بعد كده تمام. في كام بند بقى كده تمام وكم جواب احب اجاوب عليه. اولا دلوقتي سيادتك والدكتور الفاضل لما ذكرته ان لا يجوز تمام الزواج، عشان ده رأي العلماء مش رأينا، علشان ان ده من نار ومش هينفع الاختلاط ما بينهم تمام، وفي نفس الوقت ذكرته انه ممكن يحصل التلذذ ما بين الاثنين او علاقه اتصال جنسي ما بين الاثنين، ازاي بقى وهو من نار وازاي يحصل ما بينه اتصال جنسي وهو لا يجوز عشان هو من نار، فيحصل ان الشخص ده يتحرق طبعا من النار. ليس بقي على اصله ايه؟ ليس بقي هو على يقصد اصله يعني هو بيتشكل العلماء صح؟ تمام ان هو مفيش خليط بين النار والطين يعني الانسان والطين، وبرده في نفس الوقت يجوز التلذذ، هيتلذذ بالنار يعني هيتلذذ بان هو بيحترق تمام. ده اول نقطه، اول نقطه في ان في كلام كده متناقض. تاني نقطه تمام ان الامام الشافعي لما سالوه زمان هل يجوز ان يتزوج الانس من الجن، الامام الشافعي صمت ما ردش تمام. الكلام ده طبعا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي كتير وفي كتب وفي حاجات يعني حضرتك بتجيب الادله بتاعتك من التواصل الاجتماعي؟ لا لا، وفي كتب في كتب الائمه الروحانيين خريجين ازهر. وحضرتك خريج ازهر يا شيخنا؟ لا مش خريج ازهر، مفتي في دار الافتاء. ولا مفتي. طب ازاي تقدر تحكم في فتوى يعني ازاي تقدر تفتي وحضرتك مش في دار الافتاء؟ ومش انا ده مش افتاء يا استاذنا، ديت ادله شرعيه بنجيبها من الكتاب والسنه يا استاذنا. انا راقي شرعي، ده حرام او حلال متخصص في العلاج من القران. حضرتك راقي شرعي متخصص في القران تمام. نعم. هاجي لك في النقطه دي دلوقتي حالا نعم. تمام، علشان بقى تقول ده حرام او نعم. حلال يجوز نعم. او لا يجوز، لازم حضرتك تكون من دار الافتاء عشان تقدر تقدم فتوى او تفتي يعني نعم. انك تقول فتوى تمام. هذه ليست فتوى. احنا شفنا النهارده، هذا من كلام شفنا النهارده ظاهره قدامنا غريبه
شفنا النهارده ظاهره شدتنا كلنا وادهشت الساده المشاهدين، وشفنا قدرات خاصه عند احمد وشفنا راي كتير في الموضوع اللي انت حضرتك قلت عليه، قلت احمد نفاصيل بين الجن والانس واحنا الموضوع ده طبعا لا يعلمه الا الله، فاحنا مش هنقدر ان احنا نخوض فيه في كلام خفي. صاحب القدره فانا سيد القرار، انت صاحب القدره فانت اضرب الصفات اللي حضرتك فيها يعني. اللي انت بتتكلم فيها اللي بتجمعك بين الانس والجن، واحنا بنتمنى في الفترات اللي جايه ان القدره اللي عندك مهما كانت، اذا كنت فصيل او هجين او ده او ده، تستفيد طبعا وتعملها في حاجه تفيد مجتمعك وحاجه في الخير وما تكونش في الشر، لان طبعا ربنا انعم عليك بقدرة إذا كانت هي قدرة خاصة أو قوة خاصة أو قوة خارقة، فإدها لك عشان إن أنت تسعى بيها في الخير وتقف بيها في الخير، ونتمنى لك في الفترة اللي جاية مزيد من النجاح. ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.